عايزين سقفة مدكترة كده. دكتورة هالة هاي هاي. عايز اقول حاجة مهمة قوي. After tomorrow, yeah? Wednesday? أنا قلت اه. Chinese theater. We sing and dance and see Tamer getting his honorary handprint. And coming? Coming? Yeah, we are coming! Are you coming? Yeah! Are you coming? Yeah! هو ده. طب انا عايز اقول حاجه، انا بس مش هحرق كلامنا عشان احنا يومها عندنا كلام كتير، بس انا الوقفه دي وقفتها اول شهر غنيت فيه وطلعت باغنيه حبيبي وانت بعيد مشتاق للمسه ايد. الحقيقه كانت اول اغنيه واول مره اتقدم يعني في وانا مشهور بقى مع الدكتور هالة سرحان. والله فعلا يعني الحاجة اللي الحمد لله ربنا كرمني فيها وبحققها لمصر والوطن العربي النهاردة هي شاهدة من أول شهر وأول أغنية نزلت لغاية النهاردة، ففي مشوار طويل هي شاهدة عليه. أنا من النهاردة بقول لها أنا بشكرك جدا وفاكر وقفتك جنبي وعمري ما هنساها. I'm very proud of Tamer because I'm really a witness. We had the first step together. يعني وهو لسه بيبي first step حبيبي وانت باين مش كده. I was very proud of him and I told him you are going to be a big star. فاكر؟ yeah. So I'm very proud. This is a long long way you've been through till we're here in Los Angeles Hollywood and Tamer is going to be performing in Hollywood and having his two girls. Yeah. And a lovely wife. I'm so proud of you. Talia and Amaya. Talia and Amaya. Abu Talia or Abu Amaya? Abu Mintio? Abu Tamaya. يعني انت اليكس وبسمة معانا النهارده. مشغولة بالتصوير. مبروك حبيبي. الله يخليك الله يبارك فيك. طب ايه رأيكم نقول حاجة كده؟ البسمة. You please come. مين؟ هعمل تيست صغير كده. اكتر حاجه بحبها فيها هي ده. ايه ده ايه ده ايه ده انت حافظه؟ اكتر حاجه هي هو ده الاول. اكتر حاجه بحبها فيكي هو ده هو ده قلبك. واكتر حاجه شدتني ليكي هي دي. سلام. هي دي يا سيدي. Wow.